احوال مدينه النصر طبعا زي كل احوال الوسط العربي. فاحنا يعني بلديه الناصري من اول ما اخذنا الخبر بالنسبه للحرب اللي موجود عملنا غرفه طوارئ وعملنا اجتماع وكيمنا الوضع، واحنا كل يوم نشتغل للساعه 1 2 بالبلديه، وفي عنا اللي بسموه بالعبراني الموكيد غرفه الطوارئ اللي بتشتغل 24 ساعه، واعلنا للمواطنين اللي في عنده اي مشكله يتصل فينا لغرفه الطوارئ ل 200 او 106 واحنا بنجاوب وبنساعد. طبعا التحضيرات حضرنا، في عندنا شو في عندنا ملاجئ حضرنا، في عندنا محلات كمان قاعات تابعه للبلديه كمان حضرناها. طبعا الوضع يعني في الوسط العربي مش زي الوضع بالوسط اليهودي، احنا بنحضر بس احنا مش يعني مش حاضرين 1% زي الوسط اليهودي، اما شو قدر الامكان بنحضر. احنا كمان عندنا معدات اللي بنسميها بيسح وميلح كمان موجوده بالمخازن كمان حضرناها، فاحنا حاضرين قدر الامكان. سفرات الانذار انطلقت امس في منطقه الشمال بما ذلك الناصري، هل تلقيتم تعليمات محدده او جديده من الجبهه الداخليه؟ احنا عندنا التعليمات من الجبهه الداخليه، يعني دائما احنا باتصال، وكانوا عندنا بوقت الكورونا ودائما بزورونا، فاحنا بنعرف انه لما كانت زمريه يعني اللي الانذار امبارح اللي اجت من الشمال، فاحنا كنا كمان بغرفة الطوارئ كنا حاضرين للإسهال. كل السفريات الإنذار اشتغلت، ما عدا كان في عندنا مشكلة بحي الورود وحي الجليل، فاتصلنا كمان بالمسؤولين وكمان صلحوها واشتغلت. فاحنا كمان كنا باتصال مع الأهل اللي سألوا أسئلة، طبعا اللي حسب اللي التحليلات وحسب المسؤولين في دولة إسرائيل انه هاي سفريات الانذار اللي كانت بالشمال كانت بالغلط او كانت، انا ما بفوت بالتفاصيل، اما احنا كنا حاضرين وكنا باتصال مع الاهالي وكل واحد من الاهالي سالنا سؤال جاوبناه. فبرجع بقول لك احنا حاضرين قدر الامكان. وضعنا بالوسط العربي صعب جدا، اغلب الوسط العربي ما فيش عنده ملاجئ ولا في عنده غرف طوارئ ولا في عنده ما، ف يعني بنعيش قديش احنا يعني ممكن نتساعد احنا واهلنا، شو في عنا الامكانيات اللي نقدر نساعد الاهل، مش بس مدينة الناصر كل الوسط العربي. وزير الامن القومي ايتمار بن غفير يقول انه يحذر من مواجهات بين العرب واليهود كما حدث سابقا، هذه التصريحات لقيت رفضا في المجتمع اليهودي والعربي، ما هو تعقيبك على ذلك؟ انا بالنسبه له لابن غفير كان عندنا بالناصر لما كان في مشاكل ما استقبلته، لانه انا شخص مش معترف فيه، بفكر كل اللي قاعد بيصير واللي صار قبل الحرب اللي صار يعني بال كل العنف اللي صار من هون وهون بكل الوسط العربي هو المسؤول، انا بحمله المسؤوليه الكامله. انا اليوم كمان يعني ما شفتش، انا بصلنا 4 أي 5 يوم 6 يوم في الحرب ما شفته ولا سمعته، فبالنسبه لي وانا بقول للوسط العربي بالنسبه لنا انه هو مش موجود، انا كمان بحكي باسم العربي كبير، هو مش موجود عندنا، هو ضد الوسط العربي كله، هو اللي بحرض على كل الوسط العربي، فانا بناشد الكل ما حدا ينتبه له ما حدا يسمعه. في سؤال اخير، ما هو تعقيبك على قرار تاجيل الانتخابات للسلطات المحليه؟ القرار يعني بعدنا مش عارفين، انا باتصال مع رئيس السلطات المحليه العرب واليهود حايم بيبس، في عنا جلسات ليوم الاحد بنعرف اذا بدنا ناجلها، واذا بدنا ناجلها انا طلبت من حايم بيبس اذا بكون في تاجيل اقل شيء سنه، مش 3 أشهر، لازم سنه زي ما كان بسنه 1980 و82، فاحنا انا بطلب انه سنه، اما بتامل انه ما يستمر الحرب، اذا استمر بتاجل، واذا ما استمر احنا حاضرين للانتخابات، يعني بطلب اذا ما في شيء اللي يضايق انه نستمر بالانتخابات تكون الانتخابات على الوقت، اما اذا في تاجيل لسنه.